أنا ما بصدق، كنت مرة بأمريكا ألقيت الكلمة بيعتقد من شيء 25 سنة، لو بلغت أعلى منصب في الأرض، كان وقتها كلينتون، قصة قديمة كثير من 25 سنة، لو بلغت منصبا ككلينتون وثروة كأوناسيس، كان وقتها أغنى شيء أوناسيس، وعلما كأينشتاين، ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. لا تصدق إنسان يسعد ابنه شقي. لما أنت عم تربيه عم توظفه لصالحك، وما في أسعد من أب ابنه يصلي، صاحب دين، أصدقاء مؤمنين، هي بيسموها قرة العين، ما بيعرف إلا من ذاق. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. بتعتني بابنك تعتني بنفسك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.